السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، سنكون اليوم إن شاء الله مع المحاضرة رقم 6، والتي تتضمن الأحماض الأمينية بيبتايد أند بروتين. إذا راح نكون 3 مواضيع مهمة حتدخل بالمحاضرة، وراح المحاضرة تتقسم على قسمين، اليوم حناخذ جزء واليوم الآخر حناخذ الجزء الآخر. كما علمناكم سابقا أن الأوبجكتيفز المواضيع تضمن لي أهم المواضيع اللي حتدخل بال المحاضرة مالتنا، أما الكي ووردز مجموعة من التعاريف المهمة اللي ممكن يستحيل على الطالب وجودها في المحاضرة. حنبدي بالجزء الأول من المحاضرة مالتنا، هي الأمينو أسيدز، الأحماض الأمينية. الأمينو أسيد كتعريف هي مركبات أورجانيك عضوية containing both amino and carboxyl functional groups. It is considered the building block of proteins. هي مركبات عضوية من اسمها أمينو أسيد. أمينو يعني تحتوي على مجموعة أمين، والأسيد معناها تحتوي على مجموعة حامض اللي هي تمثل مجموعة الكاربوكسيل. الأمين والكاربوكسيل هي تعتبر الفاكشنال جروب، المجموعة الوظيفية. الأمينو أسيد هي البيلدينج بلوكس، هي وحدة بناء البروتينات. إذا أنا عندي سياج أريد أبني، أبلش بالطابوق، إذا كملت الطابوق انطاني سياج. إذن الأمينو أسيد هو الطابوق والسياج يمثل البروتين. البيسك ستراكشر، التركيبة الأساسية للأحماض الأمينية، هي موضوع آخر حنتعرف عليه. ما هي التركيبة الأساسية للحامض الأميني؟ طبعا العلماء لقوا بما يقارب 300 حامض أميني موجود بالنيتشر بالطبيعة، لكن 20% فقط اللي هي تم دراستها وتعرفوا عليها واللي هي تكون موجودة بالماميلز ماميليان بروتينز، بالبروتينات اللبنيات أو ما يسمى الثدييات. إذا نشوف الأمينو أسيدز، الحامض الأميني كصيغة مالته أردكم قدام هذا الشكل قدامكم. الكربون، ذرة كربون مركزية تحتوي بالجهة اليمنى على مجموعة كربوكسيل COOH، بالجهة اليسرى تحتوي على مجموعة أمين NH3، واللي فوق هذا مجموعة الهيدروجين. هذا الشيء أساسي ثابت لكل حامض أميني. من أقول لك ارسم لي الحامض الأميني، لازم ترسم لي على اليمنى مجموعة كاربوكسيل، على اليسرى مجموعة أمين، دي فوق هيدروجين. أما اللي تميز حامض أميني عن آخر، قلنا هنا 20 حامض أميني، شلون أني أميزهن؟ هذا الأساس موجود، اللي يفرق فقط هو مجموعة الأر جروب. الأر جروب اللي يتمثل لي الأر سيت تشين، عبارة عن سلسلة جانبية تميز لي حامض أميني عن آخر. كل الأحماض الأمينية شكلها أسيمتريك، غير متناظر، يعني ماكو شيء عندهم متناظر، لكن فقط الجلايسين هو من الحامض الأميني اللي يكون سيمتريك، هو فقط المتناظر. الحامض الأميني اللي يكون نهاية مجموعة أمين جروب أسميه الانترمينال، والحامض الأميني اللي تكون نهاية مجموعة الكربوكسيل أسميه السي تيرمينال، يعني نهايته سي. أما ذرة الكربون الوسطية المركزية يصطلح عليها الألفا كربون، مصطلحها هو الألفا كربون. هذا المربع راح يوضح لي كل حامض أميني لازم يتكون من مجموعة كاربوكسيل، يتكون من مجموعة أمين، يحتوي على مجموعة R اللي هي تكون يونيك منفردة لكل حامض أميني، عنده R مختلفة. أكو حامض أميني عنده الـ R هي H، أكو عنده CH3، عنده CH3CH2 إلى آخره، هي اللي تميز الحامض الأميني. كلهم حيرتبطون بذرة كربون مركزية أسميها ألفا كربون أتوم، ذرة كربون نوع ألفا. سامعين عندنا ألفا وبيتا، وهسه بالحديد قاموا يسموها 1 و2 و3، يعني بالأرقام. كل الأحماض الأمينية هي تكون برايمري حامض أميني، حامض أميني بدائي، ما عدا البرولين اللي يمثل سكندري أمينو جروب، مجموعة أمين سكندري. بعدين نتعرف عليها شنو قصدنا بالسكندري. بجسمنا الـ pH هو 7.4، فهذا يعتبر physiological pH، pH طبيعي فيزيولوجي. هو زين الـ pH مالتي من يكون 7.4 معناها ان الكاربوكسيل جروب راح يصير بها dissociated، تفكك، وتعطيني نيجاتيف تشارج، الصيغة السالبة، يعني الكاربوكسيل
راح يصير بيها ديبروتينيتد، سحبنا مجموعة بروتون الهيدروجين، والأمينو جروب راح يكون بروتينيتد بالعكس اكتسبت هيدروجين جروب فصارت الإشارة مالتها موجبة. هاي شو وقت؟ هذا عندما يكون البي اتش 7.4. البي اتش إذا كان هاي القيمة مالته شو أسميه؟ أسميه فيزيولوجيكال بي اتش. شلون راح يكون شكله؟ هذا شكله. شو راح تقولي؟ أقول لك هذا الشكل يمثل لي فيزيولوجيكال بي اتش، صح لو خطأ صح. أقول لك هذا الشكل يمثل لي من يكون البي اتش يساوي 7.4، تقول لي صح. أقول لك البي اتش هنا مجموعة الكربوكسين صار بها دي بروتينيتد، يعني سحبنا بروتون الهيدروجين فصارت الإشارة سالبة. أما الأمينو جروب ضفنا هيدروجين، هي بالمفروض NH2، لكن ضفنا الهيدروجين فصارت NH3 بلس، إشارتها تكون موجبة. هذا الشكل أسميه أنفوليت أور زويتر أيون. الزويتر أيون تعريف كلش مهم، لازم نفهم تعريفه. الزويتر أيون هي كلمة جرمانية تعني باي بولر، ثنائي القطب. هذا قطب سالب وقطب موجب، ثنائي القطب. It is a molecule، هي جزيئة at neutral pH، عندما يكون الـ pH متعادل. إيش قد الـ pH المتعادل؟ 7.4. من يكون هنا هاي الشحنة موجبة وهاي الشحنة سالبة، إذا أكل الموجب أكل السالب راح تكون شنو الشحنة اللي فوقها؟ زيرو، الشحنة صفر. إذن الـ pH مالتها 7.4، النت تشارج صافي الشحنة هي زيرو. ليش؟ لأنه عندنا نيجاتيف وبوزيتيف صار بالانس توازن، هاي ناقص هاي موجب، الناقص بيناتهم صار توازن، الناقص أكل الموجب فصارت الشحنة زيرو، طافي الشحنة هو صفر. إذا أرسمت لك هذا المركب أقول لك هذا المركب شنو شكله؟ تقول لي زويتر أيون. شنو البي اتش مالته؟ تقول لي 7.4. شنو صافي الشحنة؟ تقول لي زيرو. عندي مصطلح مهم وهذا ابريفييت، من اجيب لك ما معنى البي اي. البي اي هو الايزو الكتريك بوينت، الايزو الكتريك بوينت، نقطة التعادل، نقطة التعادل. خلينا نعرفه. از ذا بي اتش، هو بي اتش، ننتبه لزويتر ايون من اقول لك تقول لي از ا مولكيول، هي جزيئة. از ا بي اتش at which molecule اللي تكون بيها المولكيول has zero أو no net charge، يعني صافي الشحنة غير موجودة، يعني صافي الشحنة صفر. and will not migrate during electrophoresis، من أسوي ترحيل كهربائي حتى تمشي لازم أكو شحنة موجبة أو سالبة، لكن هنا صافي الشحنة هي صفر لأنه شحنة متعادلة، الموجب أكل السالب. إذن من أقول لك ما هو الأيزو الكتريكال بوينت تقول لي بي اتش. البي اتش إيش قد قيمته هنا؟ 7.4. والجزيئة راح تقول لي هي زويتر أيون. ليش زويتر أيون؟ لأنه الشحنة مالتها النت شارج هي زيرو، صفر، نو نت شارج، ما عنده أي صافي للشحنة. إذن هذا تعريفه والمختصر ما تتبعوا عليه. بي اي، خفت واحد يتوهم يقول اي بي، لا هي بي اي معناها أيزو الكتريكال isoelectric points، هي ال pH at which molecule اللي تكون بيها الجزيئة has no net charge، ما بيها أي صافي الشحنة. and will not migrate، ما راح تصير migration، ما راح تهاجر من تسوي ترحيل كهربائي. البروتينات غير، أكو موجب قطب سالب وموجب هو اللي يمشي، هنا ماكو، ما راح يمشي بالجهاز الالكتروفورسيس لأنه صافي الشحنة هو zero. إذا أجي أباوع على هذا الرسم، إذا تشوفوني هذا المركب، هاي كربون المركزية، هاي مجموعة الكربوكسيل OO هاي شحنتها ناقص، وهاي مجموعة الأمين اللي هي NH3 شحنتها موجب. إذا هنا أكو شحنة ناقص وأكو شحنة موجب، إذا صافي الشحنة الناقص أكل الموجب صار صافي الشحنة صفر. هذا شو أسميه؟ أسميه زويتر أيون. البي اتش مالته شي يساوي 7.4، يعني شي مثلي مثل الأيزو إلكتريكال بوينت. هذا شو أسميه؟ أسميه الأنفوليت، مادة متعادلة ناقص وموجب. إذا صار عندي
الـ pH يكون أقل من الـ isoelectrical point، هاي 7.4. إذا صار أقل يعني صار 6، 5، 4، هذا صار شنو أسيدك. هسه المادة هنا أنا عندي حامضية، من يصير عندي أسيدك معناها أنا عندي OH هيدروجين، يعني OH مجموعة كحول. الهيدروجين راحت على مكان الـ COO، صار وياها فصار الـ COOH، إشارة السالب راحت. هسه ايش بقت لي؟ بقت لي إشارة الموجب، وهذا شو أسميه إذا كانت الإشارة موجب؟ أسميه كاتيون. أما هنا في حالة فقدان هيدروجين، هنا فقدنا هيدروجين، الـ NH3 هاي الـ NH3 فقدت هيدروجين، سوت لنا ديبروتينيتد. شو وقت عندما يكون الـ pH أكثر من isoelectrical point؟ إيش قد الأجزاء الكتر؟ 7.4. إذا أعلى يعني 8، 9، 10، لأن هذا صار المحيط قاعدي. شو إحنا راح تكون؟ راح تكون سالبة. شو إحنا السالب شنو معناها؟ أنيون. إذن هنا صار عندي بروتينيتد وهنا صار عندي دي بروتينيتد. إذا صار عندي دي بروتينيتد راح أني أفقد الهيدروجين فصير NH2 متعادل، ما بي شحنة، وتكون الشحنة كاملة هي سالبة. وهاي شو وقت؟ إذا كان المحيط قاعدي، وإهنا إذا كان المحيط حامضي. شكل الحامض الأميني راح يكون بشكلين، يا أما هو الـ L يا أما هو الـ D. أميز حامض أميني عن الآخر بالـ L والـ D. كل الأحماض الأمينية موجودة على صيغة L. أغلب الأحماض أو كل الأحماض الأمينية بالهيومن جسم الكائن الحي راح تكون على صيغة الـ L configuration. شنو يعني L؟ معناها الـ NH3، مجموعة الـ NH3 تكون بالجهة اليسرى، بالجهة left group NH3 اعتمادي هنا على منو؟ على الـ NH3. أما الـ D-alanine معناها بالجهة اليمنى. شوفوا الـ NH3 وين صارت؟ صارت باليمين. فالـ L والـ D راح أميزهم عن طريق الشكل الأيمن أو الأيسر. إذا كانت الـ NH3 باليسار فصارت L، إذا كانت باليمين فصارت D. الـ L غالباً موجود بالكبروتين بجسم الإنسان. ودي وين نلقاه؟ الدي نلقاه بالأنتيباديز، بالأنتيبايوتكس، بالمواد العلاجية، وبالنباتات، وبالغشاء أو جدار الخلية البكتيرية. هذا شكل الـ D، والـ L بالهيومن بودي. Classification of amino acid، تصنيف الأحماض الأمينية. عندي 20 حامض أميني، راح أصنفها عدة تصنيفات. أول تصنيف على الاسم مالته وعلى الـ R group side chain. الـ R group لكل 20 حامض أميني هي شبيهة متغايرة، وتمثل لي الـ building block، وحدة بنائها. عندي الـ R group يا أما تكون مادة non-polar غير قطبية، ويمثل لي بما يقارب 9 أحماض أمينية هي نون بولر لا قطبية. عندي 6 أحماض أمينية uncharged غير مشحونة، قطبية لكن هي uncharged غير مشحونة. وعندي بما يقارب 2 من الأحماض الأمينية يحتوي على الR group تكون acidic مادة حامضية. وعندي 3 من الأحماض الأمينية الR group هي basic هي مادة قاعدية. نجي نتعرف على واحد واحد. الأسماء الصيغة كصيغة تركيبية احنا ما طالبيها من عندكم، لكن الاسم والمختصر هو المطلوب، والتصنيف مالته طبقا الى الR group. هسه اجي على اول تصنيف، هو non-polar side chain، سلسلة جانبية لكن هي غير قطبية. اجي على الجلايسين، الرمز مالته GLY، أجيب لكم بالامتحان GLY شنو معناها؟ واللي معناها جلايسين. ألينين ALA، فالين VAL، ليوسين LEU، أيزوليوسين هاي I، هاي أول حرف I، وبعدين L وبعدين E، هذا اسمه الأيزوليوسين. فنال ألينين PHE، تريبتوفان TRP، ميثيونين MET، والبرولين اللي هو PRO. شوفوا ها قلنا كلها برايمري ما عدا البرولين سكندري. شوف هنا ايش كم ارتباط فيه،
كذا وكذا ارتباط، فأسميه secondary amino acid. النوع الأمينو أسيد الآخر اللي تكون الR group هي polar قطبية لكن uncharged غير مشحونة، مثالها من هو السيرين SER عددها 6، الثريونين THR، تايروسين TYR، أسبارجين شوفوا انتبهوا ASN أسبارجين، جلوتامين جي أو عفو جي أل أن، والسيستين اللي هي CYS. اثنين من الأحماض الأمينية اللي تكون مالتها السايد تشين هي أسيدك حامضي، ما هو أسيد أسيد، اسمها الأسبارتيك أسيد اللي هو الـ ASP، والجلوتاميك أسيد هو GLU. إذا كانت GLN معناها جلوتامين، تصنيفها غير، تصنيفها مادة بولر غير مشحونة، لكن الجلوتاميك أسيد GLU معناها هي مادة بها مجموعة الـ R أسيدك سايد تشين. البيسك ساي الار جروب تكون مادة قاعدية بيسك، مثالها الهستيدين ال HIS، الليوسين LYS، والارجينين اللي هي ال ARG. احنا نحفظ الاسم ونحفظ المختصر مالتها، لانه اكيد بالامتحان النهائي او الشهري حيجيكم واحد الاحماض الامينية كتصنيف الها والابريفيت مالتها والمختصر مالتها. هذا أول تصنيف للأحماض الأمينية على أساس الR group، مجموعة الR. نجي للتصنيف الآخر للأحماض الأمينية على أساس تواجدها وضرورياتها. عندي أحماض أمينية تتقسم إلى الإسنشال أمينو أسيد، حامض أميني ضروري جوهري به، أما النوع الآخر هو النون إسنشال أمينو أسيد، حامض أميني غير جوهري. أجي أعرفهن الأحماض الأمينية. ما معنى إسنشال؟ معناها إنه الحامض الأميني اللي لا أستطيع أو لا يستطيع جسمي تصنيعه أو لازم أخذه من الطعام. شايفين أكو بالصيدليات علب مكتوب عليها الأمينو أسيد، هاي علب أنا أخذها وأبلعها، إذن هي عبارة عن الأحماض الأمينية الجوهرية الضرورية. أنا لو جسمي يصنعها ما عندي مشكلة، أنا شو عليها، هو جسمي دا يصنعها وقاعد ينتجها، لكن هاي الأحماض الأمينية لازم تجينا من الغذاء، فأني أضطر يكون الغذاء مالتي بيه أحماض أمينية، وإذا ما كان بيه أحماض أمينية أروح أشتريها من الصيدلية وأخذ الأحماض الأمينية الجوهرية أو الضرورية للجسم. من أقول لك شنو يعني جوهري؟ يعني جسمي ما يصنعها، that cannot be made by the body، ما يصنعها جسمي، ولازم أخذها عن طريق الفود. أنواعها بما يقارب 9 أحماض أمينية تجيني عن طريق الطعام، اللي هي الهستيدين، أيزوليوسين، ليوسين، لايسين، ميثيونين، فنالالينين، تايرونين، تايروسين، أند فالين. 9 نحفظهن هي من الأحماض الأمينية الضرورية. أما اللي غير ضرورية نون إسنشال هاي ما لي دخل بيها، ليش؟ لأنه هي أوريدي جسمي يصنعها، ذات ميد باي ذا بودي، جسمي هو اللي راح يصنعها، وتكون تجيني يا أما عن طريق الإسنشال أمينو أسيد، يعني الضرورية هي راح تصنع لي اللا ضرورية، الجسم اللي يصنع ليها، أو تجي نتيجة تكسر البروتينات. إذا تكسر البروتين مالتي راح يعطيني أحماض أمينية مختلفة، من ضمنها الأحماض الأمينية الغير ضرورية. إذا الضرورية عددها 9، إذا الغير ضرورية شكد عددها 11. هسه نتعرف على البيبتايد والبولي بيبتايد. البيبتايد كملنا الأحماض الأمينية، هسه نجي على البيبتايدز. نعرفها هي مركبات تحتوي 2 or more amino acid، 2 أو أكثر من الأحماض الأمينية. إذا واحدة أسمي حامض أميني، إذا حامض أميني ارتبط ويا حامض أميني فأسمي بيبتايد، بيبتيدات. زين هذا ويا هذا إذا أحماض أمينية ارتبط عن طريق منه، عن طريق آسرة، شو أسميها الآسرة؟ أسميها البيبتايد بونز، الآسرة البيبتيدية. الآسرة البيبتيدية إذا أعرفها هي أمايد بوند، هي آسرة أمينية تتكون بين مجموعة الكاربوكسيل، شوفوا مجموعة الكاربوكسيل للأمينو أسيد ومجموعة أمينو أسيد أخرى، إذن اثنين حامض أميني، هذا كاربوكسيل وهنا أمين، ترتبط الكاربوكسيل ويا الأمينو جروب.
إذا تشوفون هذا الارتباط مالتي، إذا عندنا تعريفين، تعريف البيبتايد والبيبتايد بوند. هذا حامض أميني نهايته كاربوكسيل، وهذا حامض أميني آخر هم نهايته كاربوكسيل، لكن بدايته من هو؟ الأمين جروب. من أريد أربط لازم أسحب جزيئة مي، سحبت الـ OH، مجموعة الـ OH من هنا، وسحبت الهيدروجين من مجموعة الأمين، فانسحبت H2O، فإذا صار الارتباط باو. الكربون ارتباط فيها فقط أكسجين واحد، فلازم تصير دبل بوند O. وهنا مجموعة الأمين الهيدروجين مالتها فقط واحد، وهنا صار عندنا هيدروجين واحد اثنين ثلاثة، لأن أخذنا من عندها هيدروجين. هنا صار عندي كربون N، هاي أسميها الأمايد بوند، آسرة الأمايد اللي اسمها العلمي بيبتايد بوند، آسرة البيبتيدية. وننتبه لازم يكون دبل بوند O لي فوق والان اتش لي جوه، هاي كلش ضروريه ننتبه عليها، لانه هسه حنسوي لنا سؤال عليها. كلش ضروريه انه اذا احد طالب كتبها بغير هاي الصيغه، يعني الدبل بوند او سواها لي جوه والهيدروجين اللي فوق، اعتبره خطا. اذا ارتبطن اثنين من الاحماض امينيه، اثنين اتحدن حامض اميني ويا حامض اميني، اسمين داي بيبتايد، ثنائي البيبتايد. أما إذا كانت أحماض أمينية فش أسميه؟ تراي بيبتايد. وزين، وإذا من أربعة فما فوق فش أسميه؟ أسميه بولي بيبتايد، بيبتايد متعدد، بولي بيبتايد. عندي مصطلح مهم كلش لازم أني أتعرف عليه، اللي هو مصطلح الريزيديو. الريزيديو بقايا الحامض الأميني. أني كحامض أميني بوحدة لحالة أسميه أمينو أسيد، لازم، لكن إذا ارتبطت عدة أحماض أمينية حتى تسوي لي البروتين أو البيبتايد، فهذا شو راح أسميه؟ ما أسميه بعد حامض أميني، لأنه حامض أميني بوحدة، هسه أسميه حامض أميني ريزيديو. ليش؟ لأنه هو فقد صفات الحامض الأميني، فقد جزيئة مي. من راح يفقد جزيئة المي؟ راح تحول لي، ما صار حامض أميني صحيح، صار بقايا الحامض الأميني. أقول لك ليش نصطلح عليه الأمينو أسيد بالبولي بيبتايد، أسميه أمينو أسيد ريزيديو. ليش؟ because it is portion، لأنه جزء الأمينو جروب remaining حيبقى after atom of water is lost، حتى يسوي لي البيبتايد بوند، حتى من يسوي لي الآسرة البيبتيدية راح يفقد جزيئة مي. بس الأمينو جروب فقد الهيدروجين والكربوكسيل، فقد هم الـ OH، قد كحامض أميني فاقد جزيئة مي، فما راح يسمى حامض أميني، راح يسمى ريزيديو، أمينو أسيد ريزيديو، بقايا الأحماض الأمينية. مواصفات البيبتايد بوند، الأسرة البيبتيدية. عندي مواصفات اثنين مهمة جدا للأسرة البيبتيدية. أولا الأسرة البيبتيدية كمواصفاتها هي تكون شبيهة بالدبل بوند، هي سنجل مزدوج يعني وحده، لكن احنا صفاتها صفات الاسره المزدوجه. ليه صفاتها صفات الاسره المزدوجه؟ لانه هي تكون شورتر قصيره مقارنه بالسنجل، السنجل تكون طويله، لكن الدبل بوند قصيره، فهي هماتي قصيره، فنسميها مواصفاتها مواصفات الدبل بوند، فتكون شورتر ذان سنجل بوند اسره وحده. بعد ريجيد وبلانر، ريجيد يعني شنو؟ يعني صلبة، وبلانر يعني مستوية. إذا هاي مواصفات الأسرة البيبتيدية بتكون تشبه الأسرة المستوجة. صفة أخرى جدا مهمة ألا وهي إنه الأسرة البيبتيدية هي أسرة بولاريتي قطبية. ليش نقول عليها أسرة قطبية؟ لأنه الفرق السالبي لازم نحقق شرطين، أي أسرة حتى أسميها أسرة قطبية لازم نحقق لي شرطين. الشرط الأول لازم تكون فرق بين ذراتها يكون عالي، فرق السالبية النيجاتيفلي كهرة مغناطيسية لازم تكون عالية. تعرفون أنتوا الحامض الأميني بجزء سالبي وجزء موجب، الموجب هو الأمينو جروب والسالب هو الكاربوكسيل جروب. الأمينو جروب موجبية قطبية عالية، يعني شدة الشحنة تكون قوية،
والكربوكسيل اللي هي شحنتها سالبة تكون ضعيفة. إذن أكو فرق بالقطبية، أكو فرق بالشحن، فهاي نسميها معناها قطبية. الاسم الثاني أو الشرط الثاني اللي حتى يتحقق، لازم تكون الأواصر ارتباطها يكون غير مستوي. شفتوا من قلت لكم انتبهوا انه من اسوي الاصاله الببتيديه مجموعه السي دبل بوند او اللي فوق والان اش اللي جوا، اذا صار اثنينات اللي فوق فقد الخاصيه القطبيه، واذا صار اثنينات اللي جوا فقدت الخاصيه القطبيه. لازم السي دبل بوند او اللي فوق والان اش اللي جوا حتى يصير عمليه البولاريتي. اذا هنا خاصيه مهمه للبيبتايد بوند. نيجي على مصطلح آخر هو البروتين. البروتين تعريفه بوليمر، بولي معناها متعدد ومر معناها وحدات. إذا متعدد الوحدات من منو؟ من الأحماض الأمينية. شلون ترتبط الأحماض الأمينية؟ ببتايد بوند. ترتبط بشو؟ تصير عشوائية؟ لا، with a specific sequence، بطريقة ترتيب متخصصة، يعني هذا اللي فوق وهذا اللي جوه. ليش؟ حتى تعطيني فولد، حتى تسوي لي التفاف للديفاين ستراكشر، لتعريف محدد. لمن اعرفه هو متعدد الوحدات من الاحماض الامينيه ارتبطت بعصر البيبتيديه، ارتباطها يكون سبيسيفيك سيكونس خاص ذات فولد اللي راح يؤدي لي الى التفاف شكل معين او تركيبه معينه. مركب عضوي؟ نعم، البروتين مركب عضوي يحتوي على كربون، يحتوي على هيدروجين، يحتوي على نيتروجين، ويحتوي على سلفر. كربون، هيدروجين، أكسجين، نيتروجين، سلفر. لكن العنصر اللي يميز لي هذا البروتين واللي هو جدا جدا مهم هو النيتروجين، مجموعة الأمينو جروب. النيتروجين هو العنصر اللي يعطيني الخواص مال الأحماض الأمينية، أو يميز لي الكاركترستيك للحامض الأمينية أو البروتين بصورة عامة. البروتينات تحتوي على أحماض أمينية، ممكن حامض أميني من 200 إلى 300 أمينو أسيد. بروتين يحتوي على 200 إلى 300 حامض أميني. كرينج، كمعدل، يعتبر البروتين ماكرو مولكيول، جزيئة كبيرة مو صغيرة، جزيئة ماكرو مولكيول. الوزن الجزيئي للبروتين يكون ما بين 6000 دالتون إلى مليون دالتون. 6000 دالتون يعني صغير، مثالها الإنسولين، إلى آلاف أو ملايين الدالتونات كهاي المولكيولار ماس، الكتلة الجزيئية. البروتين دوره كلش كلش مهم بالجسم، يسيطر على هواي من العمليات الحيوية. إذا نباوع النيتروجين بالانس، شوفوا إن العنصر المهم بالبروتين من هو النيتروجين، فالشي عندي مصطلح مهم أسميه نيتروجين بالانس، توازن النيتروجين. قارن بين نيتروجين بالانس، توازن النيتروجين. ما معنى قارن بين توازن؟ يعني البوزيتيف نيتروجين بالانس ونيجاتيف نيتروجين بالانس. إذا عندي أنا نيتروجين بوزيتيف ونيتروجين نيجاتيف، ممكن أقول أقارن بين الأنابوليزم والكاتابوليزم، عمليات الكتا جاية من الهدم والأنا جاية من البناء. البناء معناها بروتين سينثيسيس، تصنيع البروتين، والهدم معناها بروتين بريك داون، تكسير البروتين. ممكن أجيب لك مقارنة، أقول لك قارن بين البوزيتيف والنيجاتيف نيتروجين بالانس، أو أقول لك قارن بين الأنابوليك أند الكاتابوليك أوف بروتين. كلها راح تعطيني مصطلح واحد، تسوي لي هذا المخطط انه عندي توازن النيتروجين معناها ايش قد نيتروجين انتيك اخذنا من الاحماض الامينيه وايش قد طرحنا من الاحماض الامينيه. هذا اسم النيتروجين بالانس. البوزيتيف نيتروجين بالانس، نيجاتيف نيتروجين بالانس. هنا النيتروجين انتيك اخذنا نيتروجين حتى وصلنا على البروتين راح اكسيد اكثر من فقدانه. هنا بالعكس كسرنا الحامض البروتين، ثاني هواي حماض امينيه، فعمليه طرح النيتروجين هي يكون اكثر من عمليه اخذه. البروتين سينثيسيس، تصنيع البروتين معناها الانابوليزم، وبروتين بريك داون معناها الكاتابوليزم.
أمثلة عندي، أخذ هذا المثال الـ tissue destruction اللي هو الـ burns اللي هو الحروق، هاي معناها أن الشخص يحترق يفقد الجلد مالته، هذا كله بروتينات، فراح يصير عنده فقدان للبروتين. فمثالها أنه الـ tissue destruction، تحطيم الأنسجة راح مثالها الحرق ممكن يسبب لي بروتين بوزيتيف نيتروجين بالانس، طلع لي هواي. اما المثال الاخر عن النيجاتيف هو البريجننت وومن، المراه الحامل، جروينج تشيلدرن، نمو الطفل. هاي اثنيناتهم انا اريدكم امثله عن النيتروجين نيجاتيف والنيتروجين بوزيتيف. تصنف البروتينات عندنا عدة أنواع لتصنيف البروتينات. أول تصنيف على الليفل، على المستوى، نقول هذا ليفل أول، ليفل ثاني، ليفل ثالث. هسا أبلش تصنيف البروتينات على المستوى مالتها. عندي أربع تصنيف للبروتينات طبقا إلى المستوى. أول واحد هو البرايمري ستركتشر، التركيبي الأولي، أعرفه هو ستركتشر، هو تركيبة فور بروتين. البروتينات represented يمثل لي the number and types of amino acids in the specific amino acid sequence، يعني حامض أميني ويا حامض أميني ويا حامض أميني، يعني في شيء جدا بسيط. هذا تركيبة أولية، هي يمثل لي عدد وأنواع الأحماض الأمينية، ليوسين، أزاليوسين، فالين، 20 حامض أميني تجمعا، هذا أباوع لأسميه ست primary structure، تركيبة البدائية للحامض الأمي أو للبروتين بصورة عامة. نجي على السكندري ستركتشر، لا هنا يفرق. السكندري ستركتشر معناها folded version on the linear polypeptide stabilized by hydrogen bond، إذن هو التفاف، هو عبارة عن التفافة. هسه قبل شوية قلناها هو سلسلة واحدة مستقيمة، هسه صار عندي التركيب الثنائي folded، عملية التواء عبارة عن طيات يصير. هاي الأسرة اللي هي اللينير المستقيمة صار بها التواء، حتى هذا الالتواء ما ينفك ويبقى مستقر، لازم أربطها بالهيدروجين بوند. إذن استقرار التركيب الثانوي للبروتين عن طريق الهيدروجين بوند بنوعين، يا أما هو الألفا هيليكس يا أما هو البيتا شيت. هاي أنواع السكندري. السكندري ستركتشر شنو مميزاته؟ ليش يصير سكندري ستركتشر؟ ليش؟ لأنه حتى البروتين يكون سترينث قوي وفلكسبلتي وأكثر مرونة، حتى أني أحصل على البروتين يكون قوي كلش ومرونته عالية أتحول إلى السكندري ستركتشر، معناها السلسلة مال الأحماض الأمينية التفت على بعضها. حتى يستقر هذا الالتفاف لازم أربطهم بالهيدروجين بوند بأسرة هيدروجينية. الشكل الثالث من اسمه تيرشري، تيرشري يعني الثلاثي، التركيبة الثلاثية، معناها كل سكندري كل اثنين ارتبطوا مع بعض. إذن هي relationship of the secondary structure to one another، يعني واحد سكندري والثاني سكندري ارتبطوا اثنيناتهم سوالي التيرشري اللي يكون شكله ثلاثي. إذن أعرفه التيرشري ستركتشر هو الثري دايمنشنال، هو تركيبة ثلاثية الأبعاد and result from ناتج عن interaction تفاعل أو ارتباط side chain السلسلة الجانبية. زين هذا إذا سكندري وسكندري اثنيناتهم اندمجن مع بعض والتفن سوية، شو راح يصير استقرار هذا الشكل؟ من راح يسوي له استقرارية؟ بما يقارب ست مركبات حترتبط أو أواصر حتتكون حتى تسوي لي استقرارية الشكل الثلاثي الأبعاد، اللي هو من هو الهيدروفوبك إفكت، تأثير المواد الغير محبة للماء، الأيونيك أتراكشن القوة الأيونية أو التجاذب الأيوني، الهيدروجين بوندز هم تساعدني على ثبات الشكل الثلاثي الأبعاد، والداي سلفايد بوند وآسرة بنائية السلفايد. السلفايد هو يعني كبريت. إذا نحسبهن 1 2 3 4
واحد اثنين ثلاثة أربعة، العفو أربعة، أربع ما بين أواصر وما بين قوى أو تجاذب، هاي راح تسوي لي stabilize استقرارية للتيرشري ستركتشر. شنو فائدة هذا الشكل الثلاثي؟ هذا الشكل الثلاثي الوظيفة مالته يعطيني خواص فيزيائية وكيميائية للبروتين. إذن يا هو الشكل اللي يعطي الخواص الفيزيائية والكيميائية؟ الشكل الثلاثي. أي من الأشكال البروتينية اللي تعطيني قوة ومرونة؟ الشكل الثنائي. نيجي على الشكل الأخير اللي هو الكوارتري ستراكتشر، التركيبة الرباعية. Is the shape of structure هو شكل التركيبة الناتجة عن هسه بروتين كامل، جزيئة بروتين كاملة راح تؤدي لي إلى ارتباط مع بعض، مو أشكال، لا، مثلا عندي بروتين 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 بروتين، أربع بروتينات تتجمع سوية، بروتين مستقل بوحده، أربع بروتينات تتجمع سوية تتسوي لي الشكل الرباعي. هو إذا نعرفه is the shape or structure هو الشكل أو التركيبة that result الذي ينتج from the interaction من تجاذب of more one than protein molecule من أكثر من جزيئة بروتين. جزيئة بروتين كما هي راح تسوي لي أكثر من جزيئة تسوي لي الشكل الرباعي أو بروتين sub unit أو وحدات البروتين. هذا الشكل الرباعي من راح يسوي له استقرارية؟ شلون راح يلزم هذا الشكل؟ عن طريق أواصر أو قوة نون كونفيلنت غير تساهمية. ودائما نسأل ما هي القوة الغير تساهمية؟ أكيد تذكروها، هي قوة فاندر فالز. قوة فاندر فالز هذا الاستقرارية أو راح تكون يا أما عن طريق الهيدروجين بونز تكوين أواصر هيدروجينية، أو عن طريق تجاذب الكتروستاتيك، عن طريق تجاذب كهرومغناطيسي أو كهرة أو استقرارية كهربائية نسميها الكتروستاتيك انتراكشن. مثل الهيموغلوبين كنتوا أخذتوه قبل، الهيموغلوبين يتكون من أربع أنواع من السلاسل، ألفا تشين بيتا تشين، ألفا 1 ألفا 2 بيتا 1 بيتا 2، هذا شكل رباعي للبروتين. آخر جزء هنأخذه بهذا المحاضرة هو كالسيفيكيشن أو كلاسيفيكيشن أوف بروتين طبقا إلى الفاكشن. هسا أصنف البروتينات حسب الوظيفة. بروتينات تعمل كأنزيمات، بروتين يشتغل كشغل الإنزيم. ما هو الإنزيم؟ هو بروتين، عشان أعرفه من أقول الإنزيمز are proteins، هي بروتينات that catalyzed biochemical reaction اللي تحفز التفاعل الكيميائي. مثالها هي بروتينات الترانس امينيز والديهايدروجينيز، ما هي انزيمات. شلون يكون شكلها؟ شكل البروتينات. شنو وظيفة الانزيم؟ تحفز لي التفاعل الكيميائي. نجي على الشكل الاخر والهرمونز. بروتينات تشتغل بشغل أو أساسها هو بروتين، يعني هرمونات بروتينية يسموها. ما هي الهرمونات؟ هي chemical messenger proteins، هم حكينا هي بروتينات تحتوي على messenger، المسج الكيميائي that control of specific cell or organs اللي سيطر لي على فعالية خلايا محددة أو organs. مثال هالإنسولين أو أي هرمون يخطر ببالكم هو هرمون بروتيني، لأنه أغلب هرموناتنا هي مشتقة من البروتينات. عندي هرمونات ناقلة كلش مهمة، وعندي أني هرمونات وظيفتها الترانسبورت نسميها ترانسبورت بروتينز، تنقل لي أيونات، تنقل لجزيئات صغيرة أو جزيئات كثيرة كبيرة. مثالها البروتينات، العفو الهرمونات، الفيتامينات والمعادن. أخذوا مثال عليه أو مثالين، الهيموغلوبين شو نقول؟ ينقل أكسجين، إذا نقل أيون لما نقل أيون؟ هو بروتين لما مو بروتين؟ شلون تركيبته؟ أحادي، ثنائي، رباعي. الألبومين هو بروتين وظيفته ينقل،
ننقل جزيئات تكون صغيرة أو كبيرة بغض النظر. عندي النوع الرابع هو الإميونوجلوبيلينز، بروتينات المناعة. مثال هالأنتيبوديز الأجسام المضادة هي بروتينات تنتج عن طريق اللمفوسايت بالبون مارو بنخاع العظم. أنتوا واخذيها بالمناعة اللي هي 5 أنواع: IgG, IgA, IgD, MGD, AMGED. البروتينات التركيبية اللي هي الفايبرز بروتينز، ألياف البروتينات، مثالها من هو كولاجين، إليستين، الكيراتين. هاي بروتينات ناقلة. بروتينات اللي هي وظيفتها الخزن. شنو وظيفتها؟ الخزن يعني start تخزن لي الجزيئات without causing harm، بدون ما تسوي لها أذية أو تأثير، وreleased later وبعدين تطلقها. مثالها الفيروتين اللي يخزن الحديد وأخذناه. الفيروتين هو بروتين، شنو وظيفته؟ stored iron، يخزن الحديد، يحرره بعدين. نعم، مش وقت ما الجسم يحتاجه يحرره. عند بروتينات خازنة للطاقة اسمها energy source، شنو وظيفتها؟ energy source of tissue، تخزن الطاقة بالأنسجة وبالعضلات، تخزن الطاقة بالأنسجة وبالعضلات. مثالها الكرياتين. الكرياتين هو بروتين خازن للطاقة، يعطيني طاقة للخلايا عن طريق الجسم. وين موجود الكرياتين؟ موجود بالمسل تشوز، بالأنسجة العضلية. هنا إن شاء الله خلصت محاضرتنا. أي سؤال أي استفسار راح أكون جاهزة أرد عليكم، والأسبوع القادم نكمل بقية المحاضرة إن شاء الله. شكرا جزيلا لاستماعكم.